تستعد دولة الكويت لتولي مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي بحلول يناير المقبل بعد الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار الأعضاء الخمسة غير الدائمين لمجلس الأمن الدولي لعام 2018-2019. نعم، تأتي هذه الثقة التي حظيت بها دولة الكويت انعكاسا للمكانة المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتبني الكويت سياسات متوازنة ورشيدة للتعامل مع كافة القضايا بما يحقق الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا. رحبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفوز دولة الكويت بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي 2018 و2019، فدولة الكويت كانت ودائما سباقة للعمل الخيري ومساعدة المنكوبين في جميع أنحاء العالم. فمنذ انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة في عام 1963 وهي تعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين وفق مبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة، هو فوز مستحق لأن الكويت ولله الحمد يعني دولة مسالمة آمنة منذ استقلالها في 1961، وهي يعني سياستها الخارجية أو نهجها نهج الدبلوماسية نهج متزن معتدل عقلاني، يعني بدأت حقيقة بداية في مرتكزات السياسة الخارجية هو الالتزام بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وفي نفس الوقت تقدمت مساعدات عن طريق مؤسسات أنشأتها لهذا القرض تنموية وإنسانية. وقد أكدت دولة الكويت الاستمرارية في النهج والمنهج والذي من خلاله استطاع كسب احترام وثقة العالم. الأمم المتحدة ممنونة لدولة الكويت لما تقوم به من أعمال إنسانية، والأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريس ممنون لما تقوم به دولة الكويت من دور الوساطة بين دول الخليج، ونتمنى أن تحظى الدول الأخرى حظو القيادة والدبلوماسية الكويتية في تقريب وجهات النظر بين الدول. وستدعم دولة الكويت كافة القضايا العربية والإسلامية وكذلك القضايا الإنسانية ومتابعة عمليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. تتطلع دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي إلى تمثيل المجموعات الإقليمية والسياسية التي تنتمي إليها، وكذلك تحفيز المجلس الدولي إلى الحيلولة دون وقوع الأزمات. من أمام مجلس الأمن الدولي، أسامة عبد العزيز، تلفزيون دولة الكويت.